وإلى خبر آخر، فتحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أقيم اللقاء التنويري المخصص للطلبة المقبولين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا على مسرح جامعة الكويت بالخالدية. وتشمل خطة بعثات وزارة التعليم العالي الخارجية للعام الدراسي الحالي ابتعاث 1977 طالب وطالبة موزعين على 10 دول أجنبية وعربية. المزيد في سياق تقريرنا الآتي. في سبيل إرشاد طلبة البعثات ممن كان لهم نصيب في القبول بخطة الشواغر التي منحتها وزارة التعليم العالي، أقيم اللقاء التنويري المخصص للمقبولين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ضرورة الإلمام والالتزام بلائحة الابتعاث لوزارة التعليم العالي، والأمر الآخر الذي نواجه العديد من العقبات فيه هو لائحة معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة. من المهم جدا الاطلاع عليها قبل بدء الابتعاث ومن ثم الالتزام فيها أثناء. التواصل المستمر والدائم مع المكتب الثقافي المعني المشرف على الطالب. والنقطة الخامسة والأخيرة كما ذكرت قبل قليل، بأن تكون خير السفراء لدولة الكويت. 1977 طالبا وطالبة تم قبولهم ضمن خطة بعثات وزارة التعليم العالي الخارجية للعام الدراسي 2019-2020 الموزعة على 10 دول أجنبية وعربية. أقول كل الطلاب أهلا وسهلا فيكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. يعني التعليم وخاصة التعليم العالي ده أساس أي اقتصاد، اقتصاد أي بلد في العالم، في أمريكا أو في الكويت. وزارة التعليم العالي تسعى إلى رعاية الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات العلمية والأدبية من خلال توفير فرص متميزة للطلبة والطالبات للدراسة في أفضل الجامعات وأعراقها للمساهمة في بناء كويت المستقبل. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.